هذه مزرعة الشيخ عويد الرويتعي في جبل القدس، وأهالي المنطقة يعتبرون عمدة هذا الجبل. اليوم الجولة لمنتدى المدينة البيئية بدعوة من الشيخ شميد الرويتعي، شيخ قبيلة الرواتع الموف وشيخ هذا الجبل، وبصحبة الأستاذ صالح عوض الجهني والأستاذ عبد العزيز الرويتعي والأستاذ المبدع وحقيقة المتواجد دائما في الأنشطة الأستاذ مصلح ميدان الصبحي، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة المدينة المنورة. حقيقة جولة أكثر من رائعة في هذا الجبل، تعرفنا فيها على نباتات الجبل، على الطرق الزراعية القديمة، أيضا على الأشجار والفواكه التي نجحت زراعتها في الجبل، وأمامنا الآن العنب المديني وبطعمه اللذيذ، والأجمل من ذلك كله حسن الترتيب وحسن الاستقبال من أصحاب هذا الجبل. وشكرا لك الأستاذ محمد عويد الرويد. الله يسلمك.